حصلت بيبان الشركة التابعة لمشاريع الأمل على ترخيص مصرف البحرين المركزي لمزاولة أنشطة التمويل الجماعي. يأتي ذلك بهدف تيسير الوصول إلى التمويل للشركات وتمكين الاستثمار في الفرص مقابل أسهم في الشركات بأحجام تذاكر صغيرة. تسهيلا للاستثمارات والمشاريع الواعدة، حصلت بيبان الشركة التابعة لمشاريع الأمل على ترخيص مصرف البحرين المركزي لمزاولة أنشطة التمويل الجماعي بهدف تنمية مشاريع رواد الأعمال وجمعهم بطريقة أكثر سلاسة مع المستثمرين، إضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع ذات إمكانية النمو والتوسع وتثقيف المجتمع حول التمويل الجماعي. منصة بيبان للتمويل الجماعي هي عبارة عن منصة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي لمزاولة أنشطة التمويل الجماعي، وراح تربط بين المستثمرين مع أصحاب المشاريع. هدفها هو تسهيل الوصول إلى الفرص لرواد الأعمال عشان يحصلون على رأس المال المطلوب لتنمية مشاريعهم وتحقيق أهدافهم، والمستثمرين بدورهم بيقدرون ينوعون محافظهم الاستثمارية. هذا وستسهم منصة بيبان للتمويل الجماعي بحل عدة مشكلات تواجه رواد الأعمال من خلال تقديم مميزات تفعل الأهداف وتزيد فرص نمو الأعمال. في مشكلتين أساسيتين، الأولى يواجهها رواد الأعمال أو رواد الأعمال، وهي صعوبة الوصول والحصول للتمويل لتحقيق أهدافهم والنمو بمشاريعهم سواء في البحرين أو إقليميا وخارج البحرين. وهني يبرز دور التمويل الجماعي بالملكية كحل سهل وآمن لهالمشكلة، فرواد الأعمال بيتمكنون من خلال منصة التمويل الجماعي بالملكية بعرض حصة أو جزء من شركاتهم بهدف الوصول للمستثمرين والحصول على التمويل اللازم للنمو. ومن جهة ثانية، المشكلة الثانية اللي هي تواجه شريحة كبيرة من المجتمع اللي هي الوصول والحصول على فرص استثمارية. الاستثمار بشكل عام ليس بشيء جديد، إنما كان محصور لفئة معينة من المجتمع، وهني يدورنا بهدف خلق فرص متساوية لجميع أطياف المجتمع. وتأتي منصة بيبان للتمويل الجماعي تزامنا مع قرب بث برنامج بيبان التلفزيوني الواقعي المخصص لرواد الأعمال، ما سيمكن الراغبين بالبدء في مشاريع يؤمنون بها بجانب مستثمري البرنامج. المنصة بتمكن الراغبين بالاستثمار في المشاريع الموجودة على البرنامج بجانب مستثمري برنامج بيبان اللي عندهم الخبرة طبعا في هالمجال. هذه المبادرة بتخلي بيبان وبكل فخر يكون أول برنامج تلفزيوني واقعي تفاعلي في العالم يتضمن عنصر التمويل الجماعي. احنا نرحب طبعا ونشجع الجميع كأفراد أو مؤسسات للاستثمار. اليوم وفقا لأنظمة تشريعات مصرف البحرين المركزي، فإن أقل عمر الاستثمار هو 21 سنة. راح نخبركم بتفاصيل أكثر قريبا عن مفاهيم التمويل الجماعي من خلال محتوى توعوي أو عن طريقة التسجيل وكيفية استعمال المنصة على وسائلنا في التواصل الاجتماعي. تابعونا على biban.me. منصة بيبان للتمويل الجماعي منصة مرخصة تجمع المستثمرين مع أصحاب المشاريع لتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال ودعم الشباب والمهتمين لتطوير عدة مجالات في مملكة البحرين. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.